حصاد الجنوب، أهلا بكم. افتتح علي الكثيري القائم بعمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الأحد المستشفى الأمريكي الحديث والمخيم الطبي المجاني لجراحة الأورام السرطانية بالعاصمة عدن الذي يقام برعاية الرئيس عيدروس الزبيدي. الكثير اطلع عقب التدشين على الخدمات الطبية والعلاجية الفريدة التي يقدمها للمرضى والتقنيات الحديثة التي يستخدمها المستشفى وكادره الطبي الاستشاري المتخصص في جميع الأمراض. استقبل علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد الهيئة التنفيذية للمجلس في مديرية الوضيع بمحافظة أبين ومأمور مديرية الوضيع ناصر صالح حاسما. وبحث الاجتماع بحضور الدكتور الخضر السعيد عضو هيئة رئاسة المجلس والعميد أحمد حسن رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس وحسن الكازمي رئيس القيادة المحلية بأبين. بحث مستجدات الأوضاع بالمديرية واحتياجاتها والصعوبات التي تعترض سير عمل السلطة المحلية. وقفت أمانة المجلس الانتقالي في اجتماع لها برئاسة محمد الشقي مساعد الأمين العام أمام الآثار البيئية الكارثية في سواحل العاصمة عدن نتيجة التسرب النفطي، إضافة إلى قضايا الخدمات في محافظات الجنوب. أمانته الانتقالي كشفت عن إجراءات لتعزيز العمل الميداني للمجلس والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في محافظات الجنوب. ناقش اللواء سالم السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليوم الأحد خلال لقائه الفريق محمود الصبيحي مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن دراسة مشروع حاجز وادي تمنان برأس العرى بمحافظة لحج. الوزير السقطري أكد حرص وزارة الزراعة والري والثروة السمكية على نيل محافظة لحج ما تستحقه من المشاريع الزراعية والسمكية، مشيرا إلى أن المحافظة تحظى بأولويات في برامج وخطط الوزارة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.